السلام عليكم ورحمة الله، كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم بفيديو جديد على قناة بيتي ميتو بونو شانيل. كنتمنى نكون خفيفة على خاطركم، وكنقول للناس الجداد اللي يلاه كيشوفوا الفيديو ديالي اولا كيشوفوا القناة ديالي، كنقول لهم مرحبا بكم، وما تنساوش ديروا ابوني وتضغطوا على الجرس. والمتتبعين بصفة عامة، كنتسنى منكم واحد لايك وتعليق، اكيد غادي نفرح بهم. وبالنسبة لفيديو ديال اليوم، كما شفتوا في العنوان وفي الصور، بغيت نشارك معكم الطريقة ديالي في تحضير الهرقمة أو الكرعين، كل واحد كيف كيسميهم على حسب المناطق. وكاين اللي كيبغيهم معسلين، كيجيو معلكين بالطبع ديال الزبيب، وانا كنفضلهم صراحه هكا مع الحمص، كيجيو معلكين ما تشبعوش منهم. ان شاء الله تبعوا الفيديو الاخير باش تعرفوا المراحل. بالنسبه لشنو غادي نحتاجو، عندي هنا بطبيعه الحال الكرعين، انا كندير غير نص ديال الرجل، لان غير انا وراجلي اللي كناكلوهم. الوليدات راكم عارفين الولاد ديال اليوم ما يبردولكش الغدايد في هذا الشيء. كناخذ الرجل وكيقطعوا الجزار، كنقسمونا على جوج مرات كنطيب فيه، لان الا درناه مره واحده بزاف، والا كلا فيها الواحد بزاف صراحه ما يقدرش يعني يتشهاها مره اخرى. هذه شهيوه مره الواحد كيبغي يذوقها. المهم حنا عندنا يعني ما كيتباعوش مشوطين، كنقلب على الكلمه، داكشي باش كيبقاو بويض، يعني ما عندناش الحل باش يعني ما نحرموش راسنا منهم. هذيك الطيبه ديال التشواط كتعطيهم واحد الذا واحد النكهه، ولكن ما عندنا ما نديرو، نقضيو بالموجود. النصيحه اللي نقول لكم، هذا البويض كيكون باقي فيهم شويه ديال الشعر، واخا كيكون ترونسبارون، انا كنعيفهم الصراحه، ما كنشد السكين وكنبقى نكرط في العكس النمو ديال الشعر، حتى كنحاول نحيد الماكسيموم ديال داك الزغب، يعني ما كنبغيش يبقى باين ملي كيطيب ما عرفتش، ملي كنشوفهم كنبغيش ناكلهم هكاك. هذه كنصيحه. المهم غسلوهم مزيان، انا ما كرهتش حتى الحلفه والصابون نديرهم لهم. المهم ما نطولش عليكم، قلنا غادي نحتاجوا الكرعين. عندي هنا في العطريه البزار، فلفل اسود، سكينجبير، بابريكا تحميره، الخرقوم، الكمون، الملحه، واحد البصله غادي نقطعها ومطيشه، واحد راس ديال الثومه كبير او لا جوج. عندي هنا الحمص منقع، يعني بايت في الماء، انا كنبغي هذا اللي كيكون يعني طري وتفزقي. كاين اللي كيستعمل غير ديال البواطه، ما كيعجبنيش الصراحه في الطياب، كاين اللي كيديروا في الحريره كيجي ساهل. المهم انا بيته الليله كامله في الماء وصفيته، وغادي نضيف القزبر. ندوز دابا نقطع البصله، نقطعها شويه غليظه باش حيت يعني باش ما تذوبناش بزاف مع الطياب. الحمص عندنا هنا ما شاء الله دغيا كيطيب، وحتى الهرقمه الصراحه يعني من الساعه تقريبا هي دي واجده، كنديرهم يطيبوا في خطره واحده. داكشي باش كنخلي البصله شويه غليظه باش ما تذوبش، يعني تبقى كتبان شويه في لاصوص. نحك داك الضريس ديال الثومه، ندوز نشحر هادشي. ندوزو دابا نشحروا البصيله، غندير شويه ديال الزيت مخلطه، زيت الزيتون والمائده والهرقمه، كتبغي شويه ديال الزويته بزايد. ديك مطيشه قطعتها غليظه شويه حتى هي باش ما تذوبناش. نضيف دابا ديك العطريه، انا
نضيفوا الهرقمه ديالنا باش تشرب هذا لاصوص. نضيف شويه ديال الماء هذيك مطيشة نديرو الغطية الطنجرة نخليو شوية الهركمة تشرب لاصوص ونعاودو نرجعو. غادي نزيد دابا الحمص كيف قلت لكم هو راه كيطيب يعني قد قد مع الهركمة. ندير هذاك القزبر نتوما الا كان طري من الاحسن ديروه ربيطه ورميوه في لاصوص باش ما كتجيش المرقه من المشا، ولكن حنا هنا مع الاسف ضروري خاصك ديري في الكونجيلاتور. صافي دابا هي ديك الهرقمه ديالنا تبننات بديك لاصوص المرق. دابا ما نكبوش على اللحيمات باش تبقى فيهم البنه ديالهم. وما نكثروش الماء يعني نديرو داكشي فاش يطيب اللحم وصافي. هادي انا تقريبا نحتاج لهم واحد 40 دقيقه ولا نحل الطنجره ونشوف داك الساعه المذاق. من بعد ساعه العرض تقريبا البنات فيت على الطنجره ديالي، انا خليتها تقلى هانتوما تشوفوا الحمص صفور هاري هابط يعني كيطيب قد قد مع اللحيمه. خليت الطنجره حتى اختارت وعقادت ما بقاش فيها المرقه بزاف وقدت المذاق شفت الملحه واش ناقصه ولا ساعه تبارك الله جا داكشي هو هذاك وبديت كنصبها. ما شهيتكم معنا، نتمنى تجربوا الطريقه ديالي راه غادي تعجبكم اكيد. ماشي غنشكر لكم راسي ولكن فعلا كتجي بنينه البنات. الطبق ديال الهرقمه كيجي غزال ولذيذ سبحان الله العظيم، خصوصا في الفصل ديال الشتاء. ما عرفتش علاش، واش على حسب داك الجيلاتين اللي فيه، واش على حسب النشويات اللي فيه، الحمص وكل اللي كيستعمل الزبيب وكل واحد كاين اللي كيدير اللوبيا، الاذواق كتختلف، ولكن سبحان الله البنه ديالو في الشتاء غير. طبق ديال الهرقمه كنقدمه لكم بالصحه والعافيه ان شاء الله، كنتمنى تجربوا الطريقه ويعجبكم
وما تنسوش ديروا لايك للفيديو وتبارطاجيوه مع الأحباب والأصدقاء ديالكم باش دائما يوصلكم الجديد، ونقول لكم إلى فيديو قادم بإذن الله. مع السلامة.